الراجل جه في الشقه بتاعت حضرتك. راجل مين؟ اللي هيشتري الموبيليا. طب فرجي عليه. حاضر. فريد، فريد هيتنبه امتى يا ربي؟ وقت للكلام. ام عبدو قالت انها فرجتك عليها. هي ايه؟ الموبيليا بتاعتي. موبيليا؟ الله، مش انت اللي جاي تشتريها؟ يا ست هانم، ده انا الدكتور اللي بعتهوله. مش هي شقه ولا ايه؟ لا مؤاخذه، اهلا وسهلا. اصل الجماعه جيراني كلفوني عشان الموبيليا بتاعتهم. اتفضل. هو بقاله قد ايه؟ 10 ايام يا دكتور. وصلها ب 40 جنيه يا ستي. ده انا كمان مع المكرمه قوي، عندي غير ما تجيبش القيمه دي. لا لا لا، انا مش مجنونه، ما اقدرش ما اقدرش. انا اذن. ولا اقول لك شيل، نزلها. ابعت لي الفلوس معاها. ازاي الحال يا دكتور؟ الحال عايزه عنايه كتير. اذا كان لحسن الحظ يعدي عليه 3 ايام يمكن يبقى في امل كبير. ربنا موجود. الروشته دي الدواء ياخد منه 3 معالق صغيرين في اليوم، والحبوب بعديها بنص ساعه، والكمادات باستمرار. تسمح دقيقه واحده؟ علشان ايه؟ بس بعت اسره شيك. الطب قبل كل شيء رسالة رحيمة، أما مسألة الفلوس هي مسألة سنوية. تسمح؟ أنا هبقى أجيله مرتين في اليوم، وروشيتا أخاف لحسن ما يجهزهاش كويس، هجهزها أنا بمعرفتي. بس دكتور، الشايلين بينقلوا المبلغ أهو. ميرسي يا دكتور. لا ميرسي، أنا هبقى أخد من الفلوس اللي هتيجي من البنك. أنت إمتى هتديني صورتك؟ يعني أنت اديتيني صورتك؟ أنا عندي واحدة قديمة مش قد كده، ما أقدرش أديها، ما أقدرش. بقى معقول الجمال ده يبقى كده وتطلع له صورة مش قد كده؟ ومع ذلك صح النوم، أنا عندي صورتك ولا تداري أنا. فين هي؟ هنا، مبروزة جوه قلبي. يا سلام يا فريد، أنت دايماً تتريق عليا، أنا مش قدك، ما أقدرش. أنت بالك الصورة اللي أنا عايزها منك جنسها إيه؟ أوصفها لي، وأنا أقول للمساورات يعملها لي زي ما أنت عايز. الكوشة الجميلة وانت في وسطها عروسه بتتزفي، وحواليك الورد، وجنبك عريس بيعبدك، تعرفي يبقى مين؟ انا. فريد وحياه ابوك ما تضحكش عليا، ما اقدرش، انا لسه بعقلي، ما اقدرش. وهو اللي بقولك عليه ده جنان؟ الضحك له حدود. انا ما بضحكش، كلامي جد، الا اذا كان الجواز ده مش من مصلحتي. مصلحتي؟ انت عايز تطمعني اني وانا واقفه على الارض امسك السما؟ يعني ايه؟ ابن زاهر باشا. هنخش في الكلام اللي ما منوش نتيجة. انا عرفت كل شيء عنك وعن اصلك وفصلك، انما منين ما اقولكش، ما اقدر. هنا المزاد يا عالم، يا مال المفلسين، يا مال الحجوزات. ولك عفيفي، ما اجا حدا بعض؟ والله يظهر انها هتكون لموناتة من غير ليمون. يظهر كده يخرب بيتك. بفتكر لو جبنا وش غير وشك هيدي، ودمات غير دماتك، بل كلمة زي دين يجوا طوفان. وش دخل دامي ووشي؟ وما حتجوزوني؟ ولك فوت معي يا مساعد البغل، يا مساعد الدحش. لا لا لا، حماك الله، انت اعلى من ذلك. اتفضل فوت معي يا اصغر. اهلا وسهلا. لا أهلا ولا سهلا، بتأسف، بيلزمني القانون اخرب بيت حضرتك. ما هو مخروف جاهز اهو، اتفضل. يبقوا ضربوا الأعور على عينه. انت جيت ثاني يا بوز الغراب؟ هدي خلقك ببوس اجريك. بعد انا النهارده عمري بعمرك، تعرف لو حجزت على ابره وفتله في الشقه دي هنزلك على مقالك. يا امي يبقى منك القانون. انت كمان معاه؟ انا عيني بترف النهارده، امبارح بالليل حلمت اني موتت صرصار. سلامة عويناتي. الكلام يا جناب المحترمة يكون بالهداوة. أنا ما بدي أغير دماتك، فقط نتفاهم. الخباز إله 267 قرش، البقال 625 قرش، صاحبة البيت 9.5 جنيه. إحنا مش ناكرين، إنما الدنيا ضيق وفرج. أيوه، ومش كل الطير اللي يتاكل لحمه، اللي جاي تحجز عليه ده أقل خدام عند أبوه بيلعب بالفلوس. لأ، خدامين بيو دخيلك، ومين بيكون بيو؟
زاهر باشا نعمان على سن ورمح. شو 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 ابن زاهر باشا النعماني حضرته؟ ايوه حضرته. يا ما الزمان بيرخص الغالي. وليش بيطلق حون واصلي بيه وبيساعد جيش بحاله؟ لاني من صغري عشقت الفن، ولما كبرت اشتغلت موسيقي، وطبعا شيء زي ده والدي بينظر له نظره واطيه، وعلشان كده مفيش عمار بينه وبينه. يا للفاجعه ويا للمأساة. يا الله يا الله يا الله، لو كنت بفهم هيك كنت بست العتبه خطرتين من الدخله وخطرتين من الخرجه. انا مصريني عم بتزقزق، شو رايكم في لقمه ناكلها سوا؟ بس الاكل عندنا منه معمول له استعداد. مفهوم. لا وطبعا انتوا طبيتوا على غفله. طنبش افندي متعود يشيل غداه وغدايا في الشنطه بتاعتي، الاكل موجود الحمد لله. ده شيء ثاني. واذا كان ما بيكفي المصاري بتجيب الحاتي لهون. فوش لك. دخلكم ما بدي عزيمه. شرفوا. يلا احنا حناكل بس عشان يبقى عيش وملح. طبعا لو ما كانش كده ما كناش نمد ايدنا بالعشم ده. الي من حسن حظكم صديق كتير غني من اكبر اعيان البلد، وهالصديق محروس باشا موصيني اني اجيب له في عيد ميلاد بنته شي مغني بارع وشي رقاصة جميلة. يا سلام عليك وعلى لطفك يا طنبش بيك. انت بني ادم قوي، انت ما فيش زيك. انت كلك ذوق. انت كلك كمان. الكمال في الملاح فوضى. الكمال في الملاح. يا صف عمرينك، شو هاللخبطة شو هالنشاز. بالشغل ما بتسوى، حتى بالمغنى ما بتسوى. بترجاك لا تفتح تمك دخيل المحروسة امك.